السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالترمي الثانية بكالوريا. فضل سيون إن شاء الله الرحمن الرحيم الذي نشوف فيها تيوريم مهم اللي هو تيوريم ديال لا فونكسيون ريسيبروك. إذا أول حاجة غادي نتعرفوا بعدا على شنو هي لا فونكسيون ريسيبروك، وعاد نهضروا فوقاش كنقولوا بأن واحد لا فونكسيون أدمي أون فونكسيون ريسيبروك. دونك كما كنعرفوا دائما أي فونكسيون كتكون عندها ما يسمى بلونسومبل ديبار ولونسومبل داريفي. دونك فونكسيون دائما كتكون عندها واحد لونسومبل ديبار، يعني هي ملي كتهز لنا لي فالور وكتديو منا لواحد لونسومبل اللي كتسمى اونسومبل داريفي، يعني مجموعه ديال الوصول. وليماج ديال اكس كتكون هي اف دو اكس. دونك ليماج ديال اكس كتكون هي اف دو اكس. اذا الا درت بغينا ندير لنا واحد دياغرام سجيتال، واحد التمثيل. دونك باغ اكزومبل غادي ناخذ جوج ديال لي زونطوم دونك على هذا الشكل. اذا فونكسيون اف، دونك كيكون عندنا دائما واحد لونسومبل ديبار هو هذا نسميوه باغ اكزومبل اي، وكتهز ليا من هنا وكتحط ليا في واحد لونسومبل وحده اخرى اللي كنسميوها لونسومبل داريفي جي، وهذه هي لا فونكسيون ديالي اف. وهنا كيكون عندنا داك اكس لي ليماج ديالو كتكون هنا اللي هي اف دو اكس. بار اكزومبل الى خلينا واحد مثال، ناخذ مثلا لا فونكسيون اكس كاري مثلا، ف اكس كاري ناخذ هنا غير واحد الانترفال بار اكزومبل، يعني كتدي ليا من الانترفال واحد جوج الانترفال، دونك ليماج ديالو هي واحد ربعة بار اكزومبل. وليماج ديال اكس ليماج ديال اكس هي اكس او كاري. دونك لاحظوا دابا هنا بحال الانترفال ديالنا اي راه هو الانترفال 1 2. دونك هنا كاين لي نومبر، دونك 1 1.5 اكسيتيرا. دونك هنا كاين الاعداد اللي كينتميو لنا لهذا الانترفال 1 2. اذا ف لي زيماج غادي يكونوا عندي هنا يعني في الانترفال 1 4. اذا فالفونكسيون ديالنا اكس او كاري يعني كتهز من هذا الانترفال وكتحط في هذا الانترفال. دونك الا خديتي بار اكزومبل واحد الانترفال من هنا، ناخذ شي نومبر مثلا بين واحد وجوج بار اكزومبل 3 على 2 هي 1.5. الا حسبت ليماج ديال 3 على 2 بلا فونكسيون ديال هي اف، شحال غادي نلقاوها؟ هي نلقاوها هي 9/4. 9/4 كاين هنا. دونك اذا دابا الفونكسيون ديالي راه كتربط ليا بار اكزومبل، دونك الفونكسيون ديالي اكس او كاري راه كتربط ليا بلا فالور 3 على 2 اللي هزات ليا من الانترفال اي، ربطاتها مع لا فالور 9/4 اللي كاينه هنا في هذا الانترفال. دونك 9/4 وربطات بيناتهم بجوج، دونك ربطت ليا بين 3 على 2 مع 9/4. دونك هذه هي لا فونكسيون ديالنا اف، يعني عندها واحد لونسومبل ديبار وكتهز وكدير لنا لونسومبل داريفي اللي هو جي. دونك هذه هي لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس. اذا فالفونكسيون ريسيبروك هي اللي كنرمزوا ليها اف موان زان. اف موان زان شنو كدير؟ يعني كتهز ليا هاد اف دو اكس اللي عندي هنا وكتعاود تولي تجيبها تربطها مع اكس، دونك كدير عمليه العكس. اذا اف موان زان دونك هي لا فونكسيون ريسيبروك اف موان زان كنرمزوا ليها على هذا الشكل، لي لونسومبل ديبار ديالها كيكون هو جي. دونك اف موان زان دونك كتربط ليا بين جي، اذا الانترفال تيكون بلو من جي لاي. ولكن اف موان زان دونك ما كتاخدش هي اكس، يعني كتهز هاد اف دو اكس وكتردها ليا اكس. دونك هنا كتكون عندي ليماج ديال اف دو اكس كتكون هي اكس. دونك ليكزومبل اللي شفنا هنا، اذا ف ليماج ديال 3 على 2 اللي هي 9/4 اف بلا فونكسيون اف، يعني اف كتهز ليا من 3 على 2 كدير 9/4. دونك ليماج ديال 3 على 2 هي 9/4 ولكن لا فونكسيون اف موان زان دونك كتاخذ ليا ليماج ديال 9/4 وكتعطينا 3 على 2. دونك ف اف موان زان ديال 9/4 فهي 3 على 2. دونك هذه هي لا فونكسيون ريسيبروك.
إذا دابا هنا لا فونكسيون اف دونك تاخذ ليا اكس وكتعطينا اف دو اكس، ولا فونكسيون اف موان 1 دونك تاخذ ليا اف موان 1 دو اكس و اف دو اكس وكتعطيني اكس. إذا هنا نقدر نكتب وهنا هاد الانترفال جي يعني تيكون هو ليماج ديال اي، دونك الانترفال جي تيكون هو ليماج ديال اي. ونفس الشيء هنا دونك اف موان 1 لا فونكسيون اف موان 1 دونك تمشي ليا من اف دو اي لي، دونك حتى هنا هاد جي راه هو اف دو اي. دونك هنا نقدروا نلخصوا هاد الهضره هادي كامله، يعني غادي نلخصوها بانه ليماج دونك اف ديال اف موان 1 دو اكس هاديك تكون هي اكس. دونك الفكره هنا اف موان 1 دو اكس، دونك الا خلينا مثلا هذا هو ليليمون، الا درت اف موان 1 ديالو دونك اف موان 1 ديالو غيعطيني هاد لا فالور اللي هي 3 على 2 دونك هادي هي اف موان 1. و الا عاود درت ليماج ديال اف موان 1 غادي نعاود نرجع ل 9 على 4. هادشي باش كنقولوا اف ديال اف موان 1 دونك اللي هي اكس. غير هنا لا كونديسيون اللي خاص تكون دونك كيلك سوا اكس ابارتيان اف دو اي، دونك هنا هاد جي راه هو ليماج و ليماج دو اي دونك هنا اف دو اي. ونفس الشيء الى بدينا ب اف دو اكس، اذا الى بديتي ب اف دو اكس دونك الى بدينا من هاد لا فالور هادي اكس، اذا ملي غنحسب ليماج دونك ليماج ديال اكس تعطيني اف دو اكس، و الى عاود درت اف موان 1 غادي نعاود نرجع لاكس. اذا حتى هنا ف اف موان 1 اف موان 1 ديال اف دو اكس حتى هي ايتيغال اكس. غير هنا دونك اللي خاصني ننتبه ليه، هنا عندي اكس خاصها تكون كتنتمي لونسومبل ديفينيسيون ديال اف، دونك اكس اكس اللي عندي هنا كتنتمي لونسومبل ديفينيسيون ديال اف، ولونسومبل ديفينيسيون ديال اف هاد لوكا راه هو الانترفال اي. اذا هنا ف كيلك سوا اكس ابارتيان اي. اما بالنسبه للحاله الاولى ف اكس خاصها تكون ابارتيان لانترفال ابارتيان لونسوم ديفينيسيون ديال اف موان 1، وحنا لونسوم ديفينيسيون ديال اف موان 1 في هذا لوكا راه هو لانترفال اف دو اي. دونك دابا غادي نهضروا على التيوريم ديال لا فونكسيون ريسيبروك، يعني فوقاش كتكون عندنا هاد لا فونكسيون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك. دونك التيوريم ديال لا فونكسيون ريسيبروك، اذا اف دونك لا فونكسيون اف فوقاش كتكون عندنا فونكسيون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك في واحد الانترفال اي، اذا اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اون فونكسيون ريسيبروك واحد الانترفال اي، دونك سيو اي واحد الانترفال اي الى تحققوا لنا جوج ديال لي كونديسيون، دونك سي سولمون سي الى تحققوا لنا جوج ديال لي كونديسيون دونك ايكيفالون. جوج ديال لي كونديسيون خاص يتحققوا، اول حاجه خاصنا لا فونكسيون اف تكون كونتينيو على داك الانترفال اي، دونك اف خاص تكون كونتينيو سيو اي، هذا الشرط الاول خاص تكون كونتينيو على الانترفال اي. الشرط الثاني خاصني اف تكون ستريكتومون مونوتون، دونك اف مونوتون سيو اي. دونك الى تحققوا لي هاد جوج ديال لي كونديسيون تنقولوا بان اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك على الانترفال اي، وكتكون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك من الانترفال اي، دونك اف يعني كتكون ديفيني ادمي اون فونكسيون ريسيبروك من الانترفال اي الانترفال جي، وداك جي تيكون هو ليماج ديال اي. دونك على هاد الشكل. وفاش كنبغيو نديتيرمينيو هاد لا فونكسيون ريسيبروك، يعني ملي كنبغيو نلقاوها خصنا نحلو ليكواسيون اف دو ايغريك ايتيغال اكس، دونك هنا خصنا نحلو ليكواسيون. اذا دونك كنحلو ليكواسيون اف دو ايغريك ايتيغال اكس. غير هنا اللي خاصني نرد ليه البال هو ان هاد ايكغيك كتكون ابارتيان لونسومبل ديفينيسيون ديال اف، دونك انا عندي اف راه ديفيني منين من اي للجي، دونك لونسومبل ديفينيسيون عندي راه هي اي، اذا ايكغيك خاصها تكون ابارتيان اي، دونك افيك ايكغيك ابارتيان اي، هنا ايكغيك ابارتيان
إيه دونك هذا اللي عندي بوست اف تيكون ابارتيان لونسومبل ديفينيسيون ديال اف ولونسومبل ديفينيسيون كيكون عندي هو هذا الانترفال وهذا الانترفال الاول دونك اف دو ايغريك ايتيغال ا اكس و ايغريك ابارتيان اي هنا ملي كنحلوا اف دو ايغريك ايتيغال ا اكس دونك وهنا خاصنا نلقاو ايغريك دونك دابا الى لاحظتوا الى دخلت دابا انا اف موان زان اليوم جوج دونك دخلت اف موان زان ودخلت اف موان زان هنا اف موان زان مع الاف ديال التحييد دونك غتبقى عندنا ايغريك ايتيغال اف موان زان ديال اكس دونك غتبقى لنا على هذا الشكل اذا غتبقى لنا ايغريك دونك ايغريك ايتيغال اف موان زان ديال اكس غير هنا الكونديسيون اكس غتكون ابارتيان لونسومبل ديفينيسيون ديال اف موان زان و لونسومبل ديفينيسيون ديال اف موان زان راه هي جي دونك هنا تكون عندي ايغري اكس ابارتيان لجي اللي هي اف دو اي فوالا حيت هنا قلنا اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك من اي لاف دو اي اذا هنا فرا اف موان زان راه غادي تكون ديفيني العكس دونك غادي تكون غادا من اف دو اي من اف دو اي غادي دينا لي اذا لونسومبل ديفينيسيون ديال اف موان زان راه هي اف دو اي اذا دابا انا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كنديتيرمينيو لا فونكسيون ريسيبروك غادي ناخذ دي زيكزامبل نبداو مثلا ب اكس كاري دونك اكس كاري اللي معروفه دونك باش تكون عندنا لا فونكسيون اف دو اكس تيغال اكس كاري ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اول حاجه خاصها تكون كونتينو ومونوتون هذا هو الشرط الاول على داك الانترفال على داك الانترفال اي اذا نبداو دونك فونكسيون اللي نخدمو عليها هي اف دو اكس تيغال اكس كاري اذا اف دو اكس تيغال اكس كاري دونك هنا باش نشوفو لي زانترفال لونسومبل ديفينيسيون ديال اكس كاري راه هي ار اذا دابا الفونكسيون ديالنا هنا اف دو اكس راه غادا منين غادا من ار تالين دابا ملي كنحسبو حنا كناخدو لي فالور من ار راه اي عدد ملي نحسبو لا فالور ملي نحسبو ليماج ديالو من ار غيعطينا واحد النمبر بوزيتيف مثلا انت ملي غتحسب اف ديال ناقص واحد غتعطيك واحد دونك اي عدد حسبتي له ليماج ديالو هنايا باكس كاري غيعطينا واحد لو نومبر اللي هو بوزيتيف دونك راه اكس كاري راه لي زانترفال راه غادا من ار يعني كتاخد لنا لي فالور من ار ولكن لي فالور اللي كتعطينا تيكونوا ار بلس يعني كيكونوا دي نومبر بوزيتيف دونك هادي الفونكسيون ديالنا وليماج ديال اكس راه هي اكس او كاري دونك هي لا فونكسيون ديالنا دونك دابا حنا باش تكون هاد لا فونكسيون اف دو اكس تيغال اكس كاري ادمي ان فونكسيون ريسيبروك اول حاجه خاصها تكون كونتينو اي مونوتون خاص تكون كونتينو ومونوتون على الانترفال ديالنا اللي حنا خدامين فيه اللي هو لونسومبل ديفينيسيون اللي هي ار اذا نشوفوا لا مونوتوني ونشوفوا لا كونتينيتي بالنسبه لاكس او كاري اذا حنا هنا كنعرفوا بان هاد لا فونكسيون هادي راه فونكسيون بولينوميال اذا فراها كونتينيو على ار اذا هنا غادي نقولوا بان لا فونكسيون اف دو اكس او لا فونكسيون اكس لي ليماج ديال اكس او كاري هي اف دو اكس دونك غادي نكتب لا فونكسيون دونك لا فونكسيون اف ديالنا اللي كنقصدو بها هنا هي اكس كاري دونك راه فونكسيون بولينوميال دونك راه فونكسيون بولينوميال دونك راه ديفيني سور ار دونك بالنسبه لونسومبل ديفينيسيون راه عندنا هي ار دونك سور ار اذا دابا راه ديفيني على ار كامله دابا شنو تيبقى لنا لا مونوتوني اذا باش تكون عندها اون فونكسيون ريسيبروك خاصها في ار خاصها تكون اما كرواسون اما ديكرواسون ماشي خاصها تكون كرواسون او ديكرواسون دونك مونوتون يعني اما كرواسون اما ديكرواسون الا كانت فيهم جوج دونك راه نضمي با اون فونكسيون ريسيبروك اذا دابا هنا غادي نشوفوا لا مونوتوني دابا بالنسبه لا مونوتوني عندي انا اف دو اكس ايتيغال اكس او كاري دونك باش نعرف لا مونوتوني خصني نحسب ديريفي اذا اف بريم دو اكس اف بريم دو اكس راه ايتيغال دو اكس اذا دابا انا هنا كنلاحظوا بان اف ما غتكونش مونوتون علاش حيت لقينا اف بريم دو اكس ايتيغال دو اكس وحنا لونسومبل ديفينيسيون اللي عندنا راه هو ار وبالتالي ف اف بريم ما غتكونش غتكون
تكون بوزيتيف في واحد الانترفال ونيجاتيف في واحد الانترفال. دونك هنا الا كانت عندي سي اكس ابارتين الانترفال 0 بلس لانفيني في هذا لوكا اف بريم دو اكس تكون عندي بوزيتيف، دونك اف بريم دو اكس تكون عندي بوزيتيف. والا كانت عندي اكس ابارتين الانترفال موال لانفيني 0 في هذا لوكا غتكون عندي اف بريم دو اكس تكون عندي تكون عندي نيجاتيف. اذا دابا هنا لا فونكسيون ديالنا اكس او كاري ني با مونوتون على ار، ني با مونوتون على ار، دونك لا دي با اون فونكسيون ريسيبروك على ار. اذا دابا انا بغينا نقلبوا على لا فونكسيون ريسيبروك خاصني نخدم في الانترفال 0 بلس انفيني بوحدو نجبد لا فونكسيون ريسيبروك حيت راها مونوتون على 0 بلس انفيني. دونك هنا اف راه عندي كرواسونت، اف راه عندي كرواسونت سيو 0 بلس لانفيني، وهنا تنقول بان اف راه عندي ديك كرواسون، دونك اف عندي ديك كرواسون سيو موال لانفيني موال لانفيني 0. اذا دابا حنا هنا عندنا اف راه مونوتون على 0 بلس لانفيني ومونوتون على الانترفال موال لانفيني 0. اذا دابا انا كنولي خصني نقلب على نقلب على جوج ديال لي فونكسيون ريسيبروك، وحده غادي نلقاوها في 0 بلس انفيني وحده غادي نلقاوها في موال انفيني 0. دونك غادي نخدمو دابا نخدمو على 0 بلس انفيني. اذا دابا هنا بحال هاد لا فونكسيون ديالنا اكس او كاري، دونك عندها جوج ديال لي فونكسيون ريسيبروك، دونك راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك، دونك اف راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك من الانترفال 0 بلس انفيني اف ديال 0 بلس انفيني. اذا من الانترفال 0 بلس لانفيني ليماج ديال الانترفال بلس لانفيني، دونك الا بغيت نحسب ليماج ديال الانترفال بلس لانفيني في هاد لوكا بيسكو انت عندك اف راه كرواسونت، دونك هنا غدير اف ديال 0 اللي هي 0 والليميت بلس لانفيني ديال اكس او كاري اللي هي بلس لانفيني. دونك هنا لا فونكسيون ديالنا اف راه عندها اون فونكسيون ريسيبروك، يعني في هاد الانترفال 0 بلس لانفيني 0 بلس انفيني. ولا بغينا نخدمو على الانترفال الاخر، يعني الفونكسيون ريسيبروك الثانيه اللي غتكون على الانترفال الاخر، يعني موال انفيني موال انفيني 0 وادمي ان فونكسيون ريسيبروك، يعني من الانترفال موال انفيني 0 من الانترفال موال انفيني 0 ليماج ديال موال انفيني 0 اللي هو غادي يكون هو 0 بلس انفيني. علاش؟ حيت الفونكسيون عندنا ريسيبرو الفونكسيون عندنا راها ديكرواسونت، دونك الانترفال غادي يتقلب اذا غتكون هي اف ديال 0 وهنا الليميت في موال لانفيني ديال اف دو اكس. اف ديال 0 عندنا هي 0 والليميت في موال لانفيني ديال اكس او كاري راه هو بلس لانفيني. دونك هنا عندنا جوج ديال لي فونكسيون ريسيبروك. اذا غادي نحدو الاولى اللي كاينه في الانترفال 0 بلس لانفيني ونحدو الثانيه اللي كاينه في الانترفال موال لانفيني 0. اذا غادي نبداو بالاولى نلقاو لا فونكسيون ريسيبروك على الانترفال 0 بلس انفيني. دونك نشوفو الفونكسيون ريسيبروك على الانترفال 0 بلس انفيني، دونك 0 بلس انفيني وليماج ديالو اللي هو 0 بلس انفيني ديال لا فونكسيون اكس اف دو اكس تيغال اكس او كار. اذا هنا قلنا غادي نحلو ليكواسيون اف دو ايكغاك تيغال 0، اذا غادي نحلو ليكواسيون اف دو ايكغاك تيغال 0. اذا اف دو ايكغاك تيغال عفوا اف دو ايكغاك اف دو ايكغاك تيغال اكس. هنا ايكغاك خاص تكون ابارتيان ليماج او لا لونسوم ديفينيسيون ديال اف اللي هو 0 بلس انفيني. دونك هنا عندنا ايكغاك راه ابارتيان لانترفال 0 بلس انفيني وخاصنا نوصلو، دونك خصنا نوصلو الإيكغاك شحال هي. دونك إيكغاك كتساوي لنا هي إف موان زان، إف موان زان ديال إكس، وهنا إكس أبارتيان لانترفال الثاني اللي هو 0 بلس إنفيني تاعو. دونك في هاد الحالة عندنا بحال 0 بلس إنفيني 0 بلس إنفيني. إذا أنا غادي نحلو ليكواسيون، إذا إف دو إيكغاك، إف دو إيكغاك تيكال إكس إيكيفالون إف دو إيكغاك، غادي نعوض إكس إيكغاك، دونك كتبقى لنا y او كاري ايتيغال ا اكس. وهنا غندير لا راسين باش نلقاو y. دونك ملي غندير لا راسين، دونك لا راسين ديال y او كاري كتساوي لنا راسين ديال x،
وهنا لا راسين ديال الإيكغراك أو كاري اللي هي لا فالور أبسولي ديال الإيكغراك كتساوي لنا راسين في إكس. دابا أنا باش نحيد لا فالور أبسولي ديال الإيكغراك دونك خصني نكون عارف أنا إيكغراك واش راه بوزيتيف ولا راه نيجاتيف. حنا عندنا إيكغراك أبارتين لانترفال 0 بلس لانفيني دونك راه بوزيتيف، إذا فلا فالور أبسولي ديال إكس راه هي لا فالور أبسولي ديال إيكغراك راه هي إيكغراك، وبالتالي هنا راه إيكغراك عندي هي لا راسين ديال إكس. وهنا قلنا بأن إيكغراك راه هي إف موان زان دو إكس، وبالتالي هنا فا إف موان زان راه هي الراسين ديال إكس. دونك فينالمون دونك حنا لقينا لا فونكسيون ريسيبروك، إذا فينالمون دونك إف موان زان دو إكس اللي هي الراسين ديال إكس، و x راه ابارتيان لانترفال 0 بلس انفيني. اذا دابا حنا هنا لقينا لا فونكسيون ريسيبروك ديال x او كاري اللي هي الراسين ديال x على لانترفال 0 بلس انفيني. دونك دابا هنا غادي نشوفوا لا فونكسيون ريسيبروك ديال x او كاري ولكن دابا في لانترفال موان لانفيني 0. دونك عقلوا معايا على هاد لي نونسي، غادي نعاودو نرجعو عليه في الاخر باش نديرو كونكليزيون. دابا غادي نشوفو لا فونكسيون ريسيبروك ديال x او كاري ولكن دابا في الانترفال موال لانفيني زيرو. دونك ليماج ديال موال لانفيني زيرو لقيناه هو زيرو بليس لانفيني اذا هنا نفس الشيء غادي نحلو ليكواسيون f دو y كتيكال ا زيرو. دونك باش تلقاو f موان زان دونك غادي نحلو ليكواسيون f دو y عفوا f دو y تيكال ا x f دو y تيكال x. عاوتاني دابا هنا y دابا هادي ابارتيان دابا لانترفال موال لانفيني زيرو، دونك y ابارتيان لانترفال دونك y دابا هنا راه نيجاتيف، y ابارتيان لانترفال موال لانفيني زيرو. وهنا غادي نلقاو y شحال هي، دونك y غتكون عندي هي f موان زان دو x افي x ابارتيان لهاد لانترفال اللي هو زيرو بليس لانفيني دونك هنا غادي نحلو ليكواسيون f دو y est égal à x équivalent f دو y عندي انا هي x هي y au carré donc y au carré est égal à x. نفس الشيء غادي نديرو لا راسين، دونك لا راسين ديال y au carré est égal à la racine de x. دونك لا راسين ديال y au carré راه هي لا فالور ابسولي ديال y اللي كتساوي لنا لا راسين ديال x. غير دابا هنا لا فالور ابسولي ديال y هي شحال؟ ما غاتكونش هي y. علاش؟ حيت انا عندي y ابارتيان لانترفال موال لانفيني زيرو، دونك y انا عندي راه نيجاتيف. وفاش كتكون عندي لا فالور ابسولي نيجاتيف؟ فاش كيكون عندي انا y نيجاتيف، اذا ف لا فالور ابسولي ديال y غادي تكون هي موان y. وبالتالي هنا غتبقى عندي موان y ايتيكال راسين كاري ديال x، وبالتالي y غادي تكون كتساوي ليا هي ناقص x. اذا في هذه الحاله هذه فقلنا ان y راه هي f موان زان دو x، دونك غادي نعوضها. اذا غتبقى عندي f موان زان دو x كتساوي لنا هي ناقص لا راسين دو x. اذا ف لا فونكسيون ريسيبروك ديال x او كاري فعندنا جوج، دونك وحده عندنا على موال لانفيني زيرو وحده عندنا على زيرو بليس لانفيني. دونك ف f موان زان دو x أولا نكتبها بهذه الطريقة، دونك f موان زان دونك عندنا الأولى كتمشي لنا من زيرو بليس لانفيني كتزدي لنا لزيرو بليس لانفيني، وليماج ديال x هي الراسين ديال x. دونك هذه الأولى، وعلى الانترفال موال لانفيني زيرو دونك عندنا الثانية اللي كتدي لنا في الانترفال موال لانفيني زيرو. اذا موال لانفيني دونك اف موان زان دونك حتى هي كتجي لنا من زيرو بليس لانفيني، ولكن هادي كتدي لنا الانترفال موال لانفيني زيرو وليماج ديال اكس اللي هي ناقص لا راسين دو اكس. اذا هنا غنزيدو نهضرو على واحد لا بروبريتي اللي هي مهمه اللي كتعلق ليا بلا كورب. دونك لا كورب ديال سي اف مع سي اف موان زان تيكونو سيميتريك بارابور على ضربات y كتقال اكس. دونك سي اف موان زان هي لا كورب ديال سي اف
la courbe ديال f de x مع la courbe ديال f moins 1 كيكونوا سيميتريك، دونك سيميتريك سون سيميتريك. Rapport à la droite y est égal à x, donc la droite y est égal à x. Fais-je un goulot symétrique par rapport à la droite y est égal à x. Et il est ce que les nitigons il a la droite y est égal à x. Y est égal à x, ce qu'on examine l'origine ou examine le wahid. Donc y est égal à x. يعني تيكونوا سيميتريك بارابور الى كان مثلا واحد دايرها هكذا نورمالمون الا طويتي الورقه وجبتيها مع هاد ايكغيك تيك على اكس فغادي تجينا سيميتري هكا. دونك هذا غيجي منطبق على هذا. دونك هذا هو سي اف موان 1 بار اكزومبل، سي اف موان 1 وهذا سي اف. اذا تيكونوا متماثلين بالنسبه لادروات ايكغيك تيك على اكس. حاجه واحده اخرى كتكون عندهم نفس لا مونوتوني، دونك كتكون نفس لا مونوتوني. باش نقولوا نفس لا مونوتوني يعني الا كانت اف كخواسونط على اي ف اف موان 1 كتكون كخواسونط على اف دو اي، حيت لونزوم ديفينيسيون ديال اف موان 1 هي اف دو اي. دونك اف موان 1 و اف موان 1 دونك اف موان 1 اون la même monotonie. Donc la même monotonie. La même monotonie est là, que l'on a l'ensemble de définition de là. Donc, elle est une monotone, elle est i. Par exemple, il y a un f croissante, elle est i. F moins 1 est une croissante, elle est f de i. اكسترا. دونك عندنا لا ميم مونوتوني غير كل واحد على نفس ديفينيسيون ديالو. دونك حنا غادي نتراسيو دابا لا فونكسيون اكس كاري. اكس كاري غادي نتراسيوها غير على الانترفال 0 بلس انفيني وغنتراسيو الراسين دو اكس. غادي تبان لكم بانهم راه غادي يكونوا متماثلين بالنسبه لاي كي تيغالا اكس. وغادي نعاود نتراسي اكس كاري على الانترفال موان انفيني 0 وغادي نتراسي موان اكس كاري موان راسين دو اكس. دونك نشوفوا الشكل كي غادي يكون. دونك هنا غادي نتراسي اكس كاري. دونك نتراسيو لا فونكسيون اكس كاري. اذا اكس كاري غادي نتراسيها غير على الانترفال 0 بلس لانفيني باش نتراسي الراسين ديال اكس. دونك اكس كاري فوالا هي هادي. دونك غادي ناخدها غير على الانترفال بوزيتيف. دونك اكس كبر من زيرو. دونك هي هادي اكس كاري على الانترفال 0 بلس انفيني. دونك غادي نتراسيو لا دروات ايكغيك تيكالا اكس. اذا ايكغيك تيكالا اكس فوالا هي هادي لا دروات. وغادي نتراسي الراسين دو اكس وغادي نلقاو متماثلين فوالا شيا. دونك فوالا هادي هي اكس كاري على الانترفال 0 بلس انفيني هو هاد لو فيغ والراسين دو اكس هو هاد لو فيغ. اذا كيبان بانه راه محور التماثل ايكغيك تيكالا اكس متماثلين بالنسبه لايكغيك تيكالا اكس. دابا غادي نتراسيو الفونكسيون اكس كاري نيت ولكن في الانترفال نيجاتيف. دونك غادي ناخدو الانترفال نيجاتيف فوالا هو الانترفال نيجاتيف. دونك هنا فوالا هي جاتنا على هاد الشكل. دابا غادي نتراسيو موان راسين دو اكس وحتى هي غادي تبان لينا بان غادي تكون سيميتري. دونك موان راسين دو اكس اذا نلاحظو انها جات متماثلة مع لا دروات ايكغيك تيكالا اكس. دونك كون نقبض دابا الورقة وطويها طوي على هاد الحرف ايكغيك تيكالا اكس. دونك هاد الزرق غادي يجي فوق من هاد لورونج. دونك اكس كاري هو هاد لو بلو يعني نيجاتيف الانترفال نيجاتيف و موان راسين دو اكس هو هاد لورونج. دونك هنا نشوفو واحد لو كا انتريسون حتى هو. دونك غادي ناخدو واحد لا فونكسيون اف دو اكس. اف دو اكس ايكغال اكس كوب. دونك اكس على بيسونس 3. دونك هاد الفونكسيون هادي حتى هي راها بولينوميال.
وراها ديفيني من ار لار، دونك اف، اذا اف راها ديفيني من ار، ولي فالور تيكونوا عندنا في ار. دونك ملي غناخدو ان اليمون من ار ونحسبلو الكوب ديالو غيعطيني حتى هو ان اليمون من ار، وليماج ديال اكس راه هي اكس اكس اوكيب. دونك لي انتريسون هنا في هاد لا فونكسيون هادي، دونك هي راها كونتينيو على ار. دونك بالنسبه لا كونتينيتي هنا عندنا اف، اف راه حتى هي فونكسيون بولينوميال، دونك راها فونكسيون بولينوميال، فونكسيون بولينوميال، دونك راها كونتينيو سوغ ار، كونتينيو سوغ ار. دابا غنشوفو لا مونوطوني. بالنسبة لا مونوطوني غادي نحسبو لا ديريفي. دونك هادي هي اللي زوين في هاد في هاد الفونكسيون. إلا حسبت ديريفي ديال اكس على بيسونس 3، دونك ديريفي هادي ماشي بحال البلان ديال اكس او كاري، دونك ديريفي تعطيني 3 اكس او كاري. كما كنلاحظو هادي راها بوزيتيف، دونك اف هاد لوكا هادي راها ستريكتومون كخواسونت. اذا اف اف راها كخواسونت، اف كخواسونت كخواسونت سور ار، ماشي بحال اكس او كاري. اكس او كاري ما لقيناش مونوطون على ار، لقيناها ديكرواسونت على الانترفال موال انفيني زارو، وكخواسونت على الانترفال زارو بليس انفيني، في حين ان اكس على بيسون 3 راها كخواسونت على ار كامله. دونك راه هاد لا فونكسيون اكس على بيسون 3 راها ادمي اون فونكسيون ريسيبروك من ار لار. دونك اف اف هاد لا فونكسيون اكس على بيسون 3 ادمي اون فونكسيون ريسيبروك، فونكسيون ريسيبروك منين؟ من ار لار، من ار ليماج ديال ار. دونك اف راه ادمي فونكسيون ريسيبروك من ار ليماج ديال ار، وليماج ديال ار حنا اللي بغينا نحسبوها بيسكو ان اف راه كخواسونت، يعني اكس راه بيسونت راه كخواسونت. اذا اف ديال ار شنو غادي تكون؟ دونك ار حنا عندنا راه هي موال لانفيني بليس لانفيني، اذا ما غاديش، اذا غادي نحتفظ على الاوردر، ما غاديش نقلب الاوردر. دونك هنا غتكون عندي هي ليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس، وهنا ليميت بليس لانفيني ديال اف دو اكس، والليميت موال لانفيني ديال اف دو اكس. دونك ليميت موال لانفيني ديال اكس على بيسونس 3 راه هو موال لانفيني. دونك هنا غتكون عندي موال لانفيني، والليميت بليس لانفيني راه هو بليس لانفيني. اذا هنا كنلاحظوا بان ليماج ديال ار راه هي ار. اذا هنا فهاد اف هادي راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك من ار لار. رد معايا البال شنو كنقول؟ دونك هاد اكس على بيسونس 3 راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك من ار لار. اذا فرونسوم ديفينيسيون ديال اف موان ز هنا غيكون هو ار. اذا هنا غادي نقلبوا دابا على فونكسيون ريسيبروك. اذا دابا انا كنقلبوا على لا فونكسيون ريسيبروك. دونك ملي غنقلبوا على لا فونكسيون ريسيبروك قلنا كنحلوا اف دو ايغريك ايتيغال اكس. اذا اف دو ايغريك، اف دو ايغريك ايتيغال اكس، و ايغريك راه ابارتيان ل ار. دونك هنا غادي تكون عندنا ايغريك ايتيغال اف موان زان دو اكس، دونك ايغريك ايتيغال اف موان زان دو اكس، و اكس ابارتيان ل ار، حتى هي ابارتيان ل ار. علاش؟ حيت قلنا لقينا بان اف راه ادمي فونكسيون ريسيبروك من ار لاف دو ار، و اف دو ار لقيناها هي ار. اذا حتى لونسومب ديفينيسيون من هنا كيبان بان لونسومب ديفينيسيون ديال اف موان زان راه حتى هو ار. اذا هنا غادي نحلو لا فونكسيون، غادي نحلو اف دو ايكغيك ايتيغال اكس. اذا اف دو ايكغيك ايتيغال اكس، دونك ايكيفالون اف دو ايكغيك راه هي y à la puissance 3. Donc y à la puissance 3. F de x est x à la puissance 3. Donc f de y est y à la puissance 3 est égal à x. Il est bien, comme on a dit, l'ensemble de définition rend y appartient à r. Ou x appartient à r. Donc x appartient à r. Il est bien, on a dit qu'il y a une racine cubique. Donc il y a y qui a la racine. دور ضرب 3 ديال اكس، دونك هي لا راتين دور ضرب 3 ديال اكس. وكما قلنا لونسوم ديفينيسيون
لونسومبل ديفينيسيون راه هي ار، يعني ماشي 0 بيس انفيني هي ار. وهنا كتبان بان لونسومبل ديفينيسيون ديال هذا النوع ديال لي راسين تيكون هو ار الا كان عندي لوردر امبير. علاش الا كان عندي لوردر امبير؟ حيت فاش كيكون عندي لوردر امبير هي فين كتكون لا فونكسيون مونوتون. باغ اكزومبل ملي غتاخد اكس على بيسون 5 الوقت اللي غدير لا ديريفي غتعطيك هي 5 اكس على بيسون 4، هادي راه مونوتون ستريكتمون بوزيتيف. في حين انه بالنسبه لاكس كاري اولا ملي تكون عندي اس بير يعني زوجي، فملي كنديروا لا ديريفي فكتعطيني 2 اكس، دونك هنا كيولي لا فالور ديال اكس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. نفس الشيء الا كانت اكس على بيسونس 4 ملي غندير لا ديريفي دونك غتعطيني هي 4 اكس على بيسونس 3، دونك هنا عاوتاني كيولي لو سين بوزيتيف ولا نيجاتيف. في حين انه الا كان اس فرضي دائما غتعطيك كرواسون، دونك كتكون كتكون ديفيني سير ار وكتكون مونوتون سير ار. اذا فهنا فلا فونكسيون ريسيبروك دونك f-1 ديال x هذه شحال هي؟ راه هي لا راسين كوبيك ديال x، و d2f راه هي r، d2f راه هي r. اذا دابا هنا ملي تنقول d2f هي r، راه الوقت اللي عوضتي مثلا الراسين دوردر 3 ديال موانزان هذه راه هي موانزان، حتى الا درتها في الكالكوليتر ما تعطيكش ايرور سيستم، تعطيك موانزان حيت الاوردر هنا عندنا امبير. غير في المقرر حنا عندنا دابا في المغرب كنقتصروا على الدراسه ديال هذا النوع ديال الدوال، تنقتصروا على المجال 0 بلس انفيني، هادشي علاش كتلقى في المقرر كاتبين 0 بلس انفيني، اما هي لونسوم ديفينيسيون راه هي ار. حنا دابا غادي نشوف دونك دابا حنا شوف شنو درنا، يعني خدمنا على لا فونكسيون، خدمنا على لا فونكسيون اف دو اكس ايتيغال اف دو اكس ايتيغال اكس على بيسونس 3 على بيسونس 3، لقينا اف موان زان دو اكس هي الراسين كوبيك دوردر اكس. دونك دابا هنا ملي غنتراسيو اكس على بيسونس 3، شوف دابا ملي غنتراسيو اكس على بيسونس 3 وغنتراسيو الراسين كوبيك دو اكس غادي نلقاهم يعني سيميتري بارابور ايغريك ايتيغال اكس، دونك غادي نتراسيوهم. دونك فوالا غادي نتراسيوهم، هنا غادي يبان بان لونسومبل ديفينيسيون راه هي ار، دونك اكس على بيسونس 3، دونك اكس على بيسونس x على بيسونس 3، دونك هي ديال لا فونكسيون x على بيسونس 3. اذا غادي نقراسيو لا دروات y ايتيغال x، y ايتيغال x، دونك فوالا دي y ايتيغال x. ودابا غادي نقراسيو لا راسين كوبيك ديال x، دونك راسين كوبيك، دونك فوالا راسين كوبيك، يعني هنا ندير 3 وهنا غادي نديرو x، لا راسين كوبيك ديال x. فوالا اذا ناخذ ندير شي كولور ديفيرونت باش دونك فوالا شونجيت لا كولور ديال اكس على بيسونس لا راسين كوبيك. ناخذو هذا حتى نشونجيو ليه الكولور يعني باش يبان كلير. دونك فوالا اذا هنا كيبان بانه دونك ها هي راسين كوبيك، راسين كوبيك دو اكس هي روج. دونك نلاحظوا ان راه متراسي على ار كامله، فهمنا؟ دونك هي متراسي على ار كامله و اكس على بيسونس 3، دونك هي هادي هي هاد البلو، وكيبان بانه راها سيميتري بارابور لا دروات اي ايكال اكس. اذا راه لو سونس ديفينيسيون ديالها راه هي ار، حتى الى حسبتي كاع اش ديال موان زان دونك الى درتي راسين كوبيك ديال موان زان راه يعطيك موان زان. كما قلنا غير هنا في المقرر هنا في المغرب يعني كنقتصروا على المجال 0 بلس انفيني، اما هي راه هي ار. وهنا دابا فين كنهضروا على لي راسين دوردر ان، اذا ف لا فونكسيون دونك اكس على بيسونس ان، فالفونكسيون ريسيبروك ديالها راه هي دونك فونكسيون ريسيبروك ديالها راه هي الراسين دوردر ان دو اكس. دونك فونكسيون ريسيبروك ديال اكس على بيسونس ان هي الفونكسيون الراسين دوردر ان دو اكس، وهادي كنقدروا نكتبوهم دونك عندنا هاد الكتابه، دونك هي اكس على بيسونس ان سور ان. دونك الوقت اللي تنقولوا لا راسين كوبيك باغ اكزومبل دو اكس هادي راه هي اكس على بيسونس ان سور 3. وبالنسبه لونسومبل ديفينيسيون يعني لونسومبل ديفينيسيون ديال الراسين دوردر ان دو اكس هادي فا دي دو اف ديالها، دي دو اف ديالها راه هي 0 بلس انفيني الا كان ان بير،
دونك الا كان ان بار، الا كان هاد ان وسالت الاوردر اللي عندي هنا كان زوجي ويلا وهي ار، دونك دي دو اف راه هي ار. الا كانت ان امبير امبير، دونك الا كان هذا فرضي ف لونطوم ديفينيسيون راه كتكون هي ار. كما قلنا دونك هادي اما المقرر حنا عندنا في المغرب، دونك الا كنا هنا كنقتصروا دابا في الدرس كنقتصروا غير على زيرو بيس انفيني، دونك هادشي باش كندرسوها غير على زيرو بيس انفيني. اما هي نورمالمون راه لونطوم ديفينيسيون ديالها راه هي ار الا كانت ان امبير. دونك هاد الحاله هادي درتها غير بين قوسين غير باش تعرف. اما في لي زيكزارسيس دونك دائما ملي تبغي تخدم غادي نخدمو بيتبين هنا في فورود او ناسيونال ولا هذا، ديما غادي نخدمو حنا بلونطوم ديفينيسيون خاص داكشي اللي داخل الراتين يكون بوزيتيف. دونك هذا هو المهم. اذا في الفيديو القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا لي زيكزارسيس على الفونكسيون ريسيبروك وعلى لي راتين دوردر ان، دونك غادي نشوفوا لي زيكزارسيس باش نبداو السيري ديال كوريكسيون ديال لا سيري 2 ديالنا. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو، كان معكم استاذ رضا عقطان، ما تنساوش الدعم ديال لاشين ديالنا بلي لايك كومونتير ابوني، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.